بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة الكرام ما ابتدأناه من كتاب تعليم المتعلم، طريقة تعلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا لما نسمع ونقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها في أولاها وأخراها، في أولها وآخرها، ما ينفعها وما يضرها في أولها وآخرها، ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها، كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. فصل في النية في حال التعلم. ثم لا بد من النية في زمان تعلم العلم، إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. حديث صحيح. نعم، في هذا الفصل يذكر المصنف أنه ينبغي على طالب العلم أن يصحح النية وأن يستحضرها، لأن العلم عبادة فيفتقر إلى النية، والقاعدة تقول: لا ثواب إلا بنية، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بقوله: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية. نعم. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم: كم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. نعم، هذا يذكر أنه حديث ولكنه لا يصح. كم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا لكنه لا يصح، لكن المراد منه صحيح أن العمل وإن كان من أعمال الدنيا من الأعمال المباحة، كعمل الطبيب أو المهندس أو التاجر، فإنه إذا صاحب ذلك نية الإحسان إلى الناس أو التزود من المال الحلال لإعفاف النفس أو القيام على الذرية أو نحو ذلك من النيات الطيبة، فالمرء مأجور على هذا، وهذا من الأعمال المباحة، والعلم من أشرف الأعمال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصح نيته؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم. ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال، وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم، ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. نعم. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم شعرا: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. نعم. وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم ما ذكره المصنف من هذه النيات وهذه المقاصد: رضاء الله، الدار الآخرة، وأن يزيل الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن نفسه، يتعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه، وكذلك يتعلم ليرفع الجهل عن غيره، عن سائر الجهال، فهذا مقصد حسن. وكذلك
إحياء الدين، فلما ينشر العلم، فلما يتعلم وينشر العلم فهذا فيه إحياء للدين وإبقاء للإسلام بتعليمه وتعليم آدابه وهكذا. ولا يصح الزهد والتقوى من الجهل أو مع الجهل، فهذا الجاهل قد يريد أن يزهد في الدنيا فيحرم الحلال ويقع في المحظورات لأنه جاهل ما يدري. وقول الشاعر فساد كبير عالم متهتك، يعني هو العالم الذي يمارس أعمالا قبيحة غير محتشمة ولا يبالي أن يهتك عرضه، لا يبالي أن يهتك عرضه. هذا أكبر من هذا الفعل الجاهل المتنسك، جاهل متعبد لا يعرف كيف يتعبد، فهذه أيضا من الفتن ومن العظائم. نعم. وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن. وينوي به. وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس عليه، ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. نعم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ما معنى عرف الجنة؟ ريحة لا يجد، نسأل الله العافية. فالإنسان يريد بهذا العمل وجه الله ويريد به مقاصد حسنة لا ليستجلب شيئا من حطام الدنيا ولا غير ذلك. نعم. وقال محمد بن الحسن رحمه الله لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم وتبرأت عن ولائهم. طيب، يعني القصد أنه يريد ألا يتعلق بشيء من الدنيا. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء فأؤجر عليه ولا يحمدوني. هكذا، وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. ما يريد أن ينسب يقال هذا قول الشافعي، ما يريدون هذا، يتمنى ويود لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إليه منه شيء. هكذا هم العلماء الذين ابتغوا بعلمهم وجه الله والدار الآخرة. نعم. وذلك لأن من وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد. نعم، فهناك فائز وهناك خاسر. من يطلب العلم لوجه الله ولدار الآخرة فإنه فائز، ومن يطلبه لنيل شيء من الدنيا أو العباد فإنه خاسر. نعم. اللهم إلا إذا طلب الجاهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا يعني مطلب حسن، يريد الجاه أو المنصب أو المكانة ليقوم بهذه الشعيرة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا لمصلحة نفسه ولا ليتعالى على الناس ويترفع ويتكبر، لا ليس لهذا، إنما هو لمصلحة شرعية ولمطلب ومقصد حسن. نعم. وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. نعم، ينبغي لطالب العلم أن يتفكر هذا العلم الذي يتعلمه ويحصله كيف يضيعه بأن يريد به الدنيا أو عرضا من أعراضها،
المفروض أن الإنسان وهو يتعب ويكدح في تحصيل هذا العلم أن ينتبه وألا يضيع عمله سدى، ألا يضيع عمله سدى، فيقصد بذلك وجه الله ولا يصرف همته إلى الدنيا الحقيرة، الدنيا الملعونة التي لا قيمة لها بالنسبة للآخرة القليلة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، الفانية والآخرة خير وأبقى، فالإنسان يفكر في هذا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، فوالذي نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. هذا حديث منكر لا أصل له. نعم. هي الدنيا أقل من القليل، وعاشقها أذل من الذليل، تصم بسحرها قوما وتعمي، فهم متحيرون بلا دليل. نعم. وينبغي لطالب العلم ألا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع، وينبغي لطالب العلم ألا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع، ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله. نعم. ويكون متواضعا، يعني بأن يطلب مطالب دنيوية، أن يطلب بعلمه مطالب دنيوية رخيصة لا قيمة لها، ويطمع في أشياء دنيوية حقيرة، يعني لا يحصل العلم لله بل يحصله ويتعب في طلبه للدنيا عياذا بالله. نعم. ويكون متواضعا، والتواضع بين التكبر والذلة والعفة كذلك، ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق. نعم. التكبر والذلة، التواضع هو فضيلة من الفضائل بين رذيلتين كما قالوا، بين رذيلتين المسكنة والكبر، بين المسكنة والكبر، فهذه من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي يكون عليها طالب العلم. نعم. أنشدني الشيخ الإمام الأستاذ ركن الدين المعروف بالأديب المختار شعرا لنفسه: إن التواضع من خصال المتقي رب، إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي، ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله، أهو السعيد أم الشقي، أم كيف يختم عمره أو روحه يوم النوى متسفل أو مرتقي، والكبرياء لربنا صفة له مخصوصة فتجنبها واتقي. قال أبو حنيفة عليه رحمة الله: والكبرياء لربنا صفة له، كما ورد في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، أو كما جاء في الحديث. فالقصد أن هذا الكبرياء هو من صفات الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يتصف بشيء من الكبر. نعم. قال أبو حنيفة عليه رحمة الله لأصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم. الأكمام جمع كم، وهو من الثوب مدخل اليد. نعم. ومخرجها، مدخل اليد ومخرجها. نعم. وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله، يعني حتى يظهر طالب العلم بمظهر لائق ويكسبه ذلك الاحترام والتقدير من الناس. نعم. وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمه الله ليوسف بن خالد السمتي عند الرجوع إلى أهله، يجده من يطلب العلم. الوصية تدور حول النهي عن التكبر، والآن يتكلم عن صفة التواضع وما يقابلها من الكبر أو التكبر. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي فكتبته، ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه، وبالله التوفيق. نعم. فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات.
وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه، يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاج إليه في المآل. نعم، أن يختار من كل علم أحسنه، فطالب العلم يحرص على أحسن العلم وهو ما يعبرون عنه بجوهره وصريحه وأساس أساسيات العلم وأصوله دون الخلافات والمناقشات وهكذا. نعم. ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل، فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال. يقدم علم التوحيد والمعرفة الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، يعرف الله سبحانه وتعالى ويتعرف على صفاته سبحانه وتعالى، يكون على معرفة بذلك، هذه من الأمور المقدمة في ذلك. ويحرص أيضا طالب العلم على معرفة الدليل، فهو واجب في حق كل قادر. طالب العلم يتلقى المسائل بدلائلها. نعم. ويختار العتيق دون المحدثات. ويختار العتيق دون المحدثات، ولا هي عطفا يعني ويختار. طيب، ويختار العتيق دون المحدثات. العتيق هو القديم وما كان عليه السلف من العلم. نعم. قالوا عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة. كأنه يريد يعني ما ظهر من علم المنطق والفلسفة التي شغل بها من شغل، ولكن الأولى بطالب العلم أن يشتغل بما كان عليه السلف من العلم النافع. أي نعم، علم الكتاب والسنة. نعم. وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه كما ورد في الحديث. جاء في الحديث من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. نعم. أما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمة الله عليه حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. وقال: ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. يعني يختار طالب العلم من ينفعه في علمه، وكلما كان في شيخه من الصفات الحميدة فهو أولى أن يقبل عليه، يختار أكثرهم علما وأكثرهم ورعا وأسنهم يعني أكبرهم سنا وهكذا. وكما كان حرص السلف رحمة الله عليهم على أن يختاروا مشايخهم من الثقات الأمناء، ويحرصون على الاقتداء بهم في دلهم وسمتهم. نعم، إضافة إلى علمهم. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم، وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر، فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في الأمور، ولم يكن أحد أفطن منه، ومع ذلك أمر بالمشاورة، وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. قال علي كرم الله وجهه: ما هلك امرؤ عن مشورة. ذكر المصنف في مقدمة كتابه أن هناك من سار في طريق العلم ولم يهتدي ولم يصل إلى بغيته، ومن أسباب ذلك أنه لم يستشر
ولم يرجع إلى من يشير عليه بالنافع في طلبه للعلم. ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يستشير في طلب علمه، فيسأل ما الذي ينفعه، عند من أتعلم، أي كتاب أقرأ، وهكذا يعني يستشير ويتعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، والله عز وجل قال وشاورهم في الأمر، كان يستشير عليه الصلاة والسلام رغم كمال عقله ونزول الوحي عليه من ربه، كان يستشير لا يتوانى في ذلك، واستشار كبار أهل بيته فيما يفعل في حادثة الإفك عندما اتهموا عائشة رضي الله عنها، فكان دائما يستشير ودائما يرجع إلى أصحابه ويعلمهم درسا في ذلك. وهكذا طالب العلم ينبغي عليه أن يستشير. ما هلك امرؤ عن مشورة، فما دام أنه يستشير فهو على خير وعلى هدى بإذن الله، لن يضل ولن يهلك. نعم. قيل الناس رجل تام ونصف رجل ولا شيء، فالرجل من له رأي صائب ويشاور العقلاء، ونصف رجل من له رأي صائب لكن لا يشاور، أو يشاور ولكن لا رأي له، ولا شيء من لا رأي له ولا يشاور. فعلى طالب العلم أن يكون من أولئك الذين يحرصون على المشورة، يكون صاحب رأي سديد ويشاور العقلاء ويرجع إليهم، لا يعتد برأيه، لا يعتد برأيه، ولا يمتنع عن سؤال العلماء والرجوع إليهم. وقال جعفر الصادق لسفيان الثوري عليهما رحمة الله شاور في أمرك، شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. هؤلاء هم أحق الناس أن يستشاروا، من يخشى الله عز وجل ويتقيه، فإنهم يشيرون على المرء بما فيه خيره وصلاحه. فطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها، فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب. إذا كان الإنسان يستشير في أموره الدنيوية، ماذا أشتري مثلا من دابة، أو أقتني من كذا من المقتنيات الدنيوية، فما بالكم بالعلم وهو ما هو من المكانة. فالمرء يستشير فيه لأن ذلك يترتب عليه ما بعده. الآن هو يستشير، ثم بعد ذلك إذا تعلم وانتفع بعلمه كان لذلك أثر عظيم في حياته. نعم. قال الحكيم رحمه الله إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل في الاختلاف إلى الأئمة، وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده فربما لا يعجبك درسه فتتركه فتذهب إلى آخر فلا يبارك لك في التعلم. فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ، وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه فتثبت عنده، حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. نعم، يعني هذا مثال على المشورة والتأني والتروي، فما ذكره بقوله وبدأت بالسبق، السبق كما ذكر هو الاختلاف إلى الأئمة العلماء والتردد إلى مجالسهم لأخذ العلم عنهم، هذا السبق، وسيأتي كذلك. الشاهد أن المرء يتأمل ويتملى وينظر في من يأخذ عنه دينه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبالمشورة يهدى بإذن الله تعالى وبالتثبت، وليس شرطا أن يكون شهرين كما ذكر، بل مدة يعني كافية تكفي في أن يتأمل المرء ويعرف عند من يتعلم وماذا يتعلم. نعم.
واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز، يعني قليل. نعم، كما قيل: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، يعني يعز ويقل من يثبت. نعم. قيل: ما الشجاعة؟ قيل: الشجاعة صبر ساعة. ذكر الذهبي أن قائل هذه الكلمة الشجاعة صبر ساعة هو الإمام أبو محمد عبد الله البطال، هو الإمام أبو محمد عبد الله البطال هو قائل هذه الكلمة الشجاعة صبر ساعة، صبر ساعة يعني هي ساعة ثم بعد ذلك يهون الأمر. نعم. يعني فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم. نعم، هناك آفة يعني عظيمة تصيب طالب العلم وهي الملل والفتور، تجده مثلا يبدأ بفن ثم يتركه، أو يبدأ عند شيخ ثم يتركه، وهكذا. لكن عليه أن ينتبه أن الأمر يحتاج إلى صبر. نعم. وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه، النفس تشتهي ما تشتهي، لكن عليه أن يعصيها. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. علينا أن نعمل بطاعة الله ونعصي هوانا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. قال الشاعر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، وصريع كل هوى صريع هواني، ويصبر على المحن والبليات. قيل: خزائن المنن على قناطير المحن. هذا القول منسوب ليحيى بن معاذ، يقول: على قناطر الفتن جاوزوا إلى خزائن المنن، على قناطر الفتن جاوزوا إلى خزائن المنن. المنن العظيمة تنال بالصبر على البلايا، بالصبر على البلايا. نعم. ولقد أنشدت، وقيل إنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه شعرا: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. نعم. وينسب هذا أيضا للشافعي رحمه الله: ذكاء وحرص واصطبار عندي، وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. فهذه الأمور ينال بها الطالب أو المرء العلم، يحرص على هذه الأمور. نعم. وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم، ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان. نعم. يعني قبل ذلك نرجع إلى قوله: وقيل إنه لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الحقيقة ينبغي إذا ذكر أي صحابي من الصحابة أن يقال رضي الله عنه كغيره من الصحابة، وليس هذا يعني شعار على علي بن أبي طالب، بل كل الصحابة يقال رضي الله عنهم هكذا. نعم. وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم، ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان. نعم، يختار شريكه وصاحبه في الطلب، لابد أن تكون هناك صفات متوفرة في هذا الذي يصاحبه في طلب العلم، لا يختار أي أحد كما سيذكر. نعم. قال الشاعر: عن المرء لا تسل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي،
فإن كان ذا شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. نعم، عن المرء لا تسأل، وفي رواية وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الإنسان كيف يعرف الشخص؟ يعرفه بمجالسته لصاحبه. فإذا قيل فلان، فإذا عرف أنه يجالس فلان فإنه يحكم عليه بمجالسته لفلان، ذاك القرين الذي يصاحبه ويجالسه ويسافر معه وكذا، فهو مقتد به في الغالب، يعني مقتد بهذا الجليس وبهذا الصاحب. فالمرء إذا كان فيه من الصفات الذميمة والشر، فعلى المرء أن يجانبه ويبتعد عنه ويفر منه. وإن كان صاحب خير، فعلى المرء أن يتقرب إليه ويصاحبه. وهذا البيت منسوب لعدي بن زيد العبادي. نعم، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، أو وأبصر قرينه. نعم، وكذلك يقول الشاعر: واحذر مصاحبة اللئيم، واحذر مصاحبة اللئيم، فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. هكذا، إذن الإنسان يتأثر بصاحبه. نعم، وأنشدت شعرا آخر: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. هذا ينسب لأبي بكر الخوارزمي، هذا الشعر، ويقول: لا تصاحب الكسلان، يحذر من مصاحبة الكسلان، فإنه يعدي بطباعه، يعدي، يؤثر فيه. فالمرء لا يختار من الأصحاب أو الذين عبر عنهم بالشريك، لا يختار من يكون خامل، متكاسل، قليل النشاط، بطيء الفهم، لا، بل يختار من هو على صفات حميدة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث. ويقال في الحكمة بالفارسية: بار بد بتر بود أزما برد بحق ذات باك الله الصمد، بار بد ازدترا سوا جحيم، بار نيكو كير نابي نعيم. يقول المحقق: معناه معنى البيتين هذه، طبعا هذه بالفارسية ولا نعرف الفارسية، لكن يقول معناها: الثمرة السيئة هي من الحبة السيئة، قسما بذات الله الطاهر الصمدي. العمل السيء يسوق نحو الجحيم، والذكرى الحسنة تأخذك إلى النعيم. ماشي. وقيل: إن كنت تبغي العلم وأهله، أو شاهدا يخبر عن غائبي، فاعتبر الأرض بأسمائها، واعتبر الصاحب بالصاحب. نعم. فصل في تعظيم العلم وأهله. تعظيم العلم، بارك الله فيكم، هو من تعظيم الله عز وجل. تعظيم العلم يقع من باب تعظيم الله عز وجل، وفي إعزازه طاعة لله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهنا المصنف يتحدث عن تعظيم العلم، تعظيم أهله. وهذا التعظيم وهذا الإجلال هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله، وتعظيم الأستاذ وتوقيره. قيل: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة.
يعني بتركه التعظيم وتركه المهابة لعلم ولأهله. نعم. وقيل الحرمة خير من الطاعة، ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة أو باستحلالها، يعني على ما يذكر بعضهم، وإنما يكفر باستحلالها، لأن الكفر هنا يكون بالاستحلال، استحلال الشيء. نعم. الحرمة خير من الطاعة، الإنسان إذا فعل المعصية لا يكفر، لكن لو استحلها وقال إن هذا الحرام حلالا استحله فإنه يكفر بذلك. نعم. ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ، قال علي رضي الله تعالى عنه: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق. هذا يعني يروى حديثا من علم عبدا آية من كتاب الله فهو له عبد، لكن هذا الحديث موضوع مكذوب لا يصح. نعم. وقد أنشدت في ذلك: رأيت أحق الحق حق المعلم، وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة، تعليم حرف واحد ألف درهم. فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي رحمه الله يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئا، وإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. يعني نظير مراعاته لهؤلاء وإكرامهم وإجلالهم، فإن الله يكرمه يعني في ابنه أو في حفيده، والجزاء من جنس العمل. المقصود أن المرء يسعى في خدمة هؤلاء ونفعهم. ومن توقير المعلم ألا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه، ولا يكثر الكلام عنده، ولا يسأل شيئا عند ملالته، ويراعي الوقت، ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج الأستاذ. نعم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذه من الآداب ألا يمشي أمامه تعظيما له وتوقيرا، ولا يجلس مكانه، ولا يبتدئ بالكلام قبله، وهكذا. ينبغي أن يراعي طالب العلم هذه الآداب التي ذكرها المصنف وذكرها غيره. نعم. فالحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية لله تعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو إنما الطاعة في المعروف. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره بمعصية الخالق. الحديث الذي ورد قوله عليه الصلاة والسلام: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، وإسناده حسن كما ذكر بعضهم. نعم. من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. نعم. ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه يحكي أن واحدا من أكابر أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس، وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا، فسألوه عنه فقال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة، ويجيء أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. هذا يعني اجتهاد منه، وإلا فما يقوم الشيخ لهذا الولد أو هو يلعب يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوموا لي. فهذا الأمر يعني اجتهاد منه رحمه الله. نعم. والقاضي الإمام فخر الدين الأرسابندي كان رئيس الأئمة في مرو، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام،
وكان يقول: إنما وجدت بهذا المنصب بخدمة الأستاذ، فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي، وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا أكل منه شيئا. فخدمة هؤلاء شرف وفخر يعني، وهي خدمة تقرب الإنسان من ربه، خدمة العلماء والمشايخ خدمة نافعة طيبة تعود على المرء بصلاح دينه ودنياه. نعم. وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له. مرة ثانية. وكان الشيخ وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له، وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي بكر بن محمد الزرنجي رحمه الله، فقال له حين لقيه: لماذا لم تزرني؟ قال: كنت مشغولا بخدمة الوالدة. قال: ترزق العمرة لا ترزق رونق الدرس. وكان كذلك، فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى ولم ينتظم له الدرس، فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا. هذه القصة يعني فيها نظر والله أعلم بصحتها، لكن الزرنجي يعني أبدى عذره في عدم زيارته لشيخه أنه شغل بخدمة الوالدة إن صحت القصة، وهذا عمل جليل يعني ما في شيء. ثم إنه رحمه الله كان مرجعا في العلم كما ذكر، مما يدل على أن درسه قد انتظم يعني، نعم انتظم واستفاد الناس منه، فالله أعلم بصحة هذه القصة. نعم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي رحمهم الله ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك بقوله: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ نعم، يعني هذا تأديب للأولاد بأن يتعلموا مع العلم الأدب، هذه صورة يعني من الصور ليتأدب الأبناء بتأديب شيخهم ومعلمهم. نعم. ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بطهارة. ليس شرطا هذا يعني، ليس شرطا أن يأخذ الكتاب بطهارة. نعم. وحكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمة الله تعالى عليه أنه قال: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغدة إلا بطهارة. وهذا اجتهاد منه، وإلا لا يلزم أن تأخذ الأوراق أوراق الكتابة إلا إذا كنت طاهرا، ليس شرطا، لكن هذا يرونه أنه من باب التعظيم يعني. نعم. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله كان مبطونا في ليلة، وكان يكرر وتوضأ في تلك الليلة 17 مرة، لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة، وهذا لأن العلم نور، وهذا لأن العلم نور، والوضوء نور، فيزداد نور العلم به. يعني كل ما أراد أن يكرر المحفوظ أو المقروء فإنه يتوضأ، وهذا ليس بلازم أيضا، ليس شرطا وليس بلازم. ومن التعظيم الواجب للعالم ألا يمد الرجل إلى الكتاب، ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما، ولا يضع شيئا آخر على الكتاب، لأن التفسير فيه كلام الله، ينبغي أن يحترم ويعظم ويكون فوق، لا يعلو شيء عليه. وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله يحكي عن شيخ من المشايخ
أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب فقال له بالفارسية برنيابي، وكان أستاذنا القاضي. يعني إيش المعنى؟ يعني ينهى لا يكون منك، لا يكون منك. نعم. وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضي خان رحمه الله تعالى يقول إن لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس بذلك، والأولى أن يحترز عنه. نعم. ومن التعظيم أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرمط ويترك الحاشية إلا عند الضرورة. لا يقرمط يعني يدقق الحروف الكتابة بخط دقيق وصغير هكذا. ورأى أبو حنيفة رحمه الله كاتبا يقرمط في الكتابة فقال لا تقرمط خطك، إن عشت تندم وإن مت تشتم، يعني إذا شخت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك، لأنك لا تستطيع أن تقرأ ما كتبته من قبل يعني بخط دقيق صغير، فإذا كبر وشاخ أصبح لا يستطيع أن يقرأ ذلك يندم. نعم. وحكي عن الشيخ الإمام مجد الدين الصرخكي حكي أنه قال ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما لم نقابل ندمنا. نعم. وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا، فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله وهو أيسر على الرفع والوضع والمطالعة. تقطيع الأوراق كذا يكون على شكل مربع، وليس بشرط، ممكن أن يكون مستطيلا بحسب ما يعني ينتفع به الشخص. نعم. وينبغي أن لا يكون في الكتاب شيء من الحمرة، فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف، ومشايخنا كرهوا استعمال المركب الأحمر. الحقيقة أن كتب السلف كان يكتب فيها بالحمرة تمييزا يعني لبعض الكلمات، فكانوا يكتبون بالحمرة ولا شيء في ذلك. نعم. ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه، والتملق مذموم إلا في طلب العلم، فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم، يعني يتودد ويتلطف لهم مع شيخه خاصة ومع شركائه يعني مع أصحابه الذين يطلبون العلم. نعم. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع مسألة واحدة أو حكمة واحدة ألف مرة، يعني يكون معظما دائما لهذا الذي يسمعه والذي يقرأه والذي يعني يستفيد منه ولو تكرر عليه هذا الأمر. نعم. قيل من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل للعلم. نعم. وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك فكان أعرف بما ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته. هذه يعني من الاستشارة، أنه يرجع إلى شيخه ويختار نوع العلم الذي يصلح له، ما يختار بنفسه، يسأل لأنه لا يعرف، فيدل عن طريق السؤال، يقال له ابدأ بكذا واعمل كذا وهكذا. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم في التعلم إلى أستاذهم، وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم، والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه. الله المستعان. هذا في القديم يعني كان يقول أنه سبب خلل عند الطلاب أنهم يختارون بأنفسهم وكذا، فماذا نقول اليوم؟ نعم. وكان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله كان بدأ بكتابة الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله، فقال له محمد بن الحسن اذهب وتعلم علم الحديث، لما رأى أن ذلك العلم أليق بطبعه فطلب علم الحديث فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث رحمه الله. فانظروا كيف يعني استفاد البخاري رحمه الله من هذه المشورة
نصح له بهذا الكلام فانتفع به، انتفع به وصار إماما في الحديث. وهكذا يعني هذا محمد بن الحسن رحمه الله يعني اكتشف موهبة هذا الرجل، هذا الغلام يعني كان صغيرا، اكتشف موهبته ووظف طاقته، فحصل ما حصل، أقبل على الحديث وتبحر فيه وصار إماما، إماما. إذا ذكر البخاري الكل يعرفه ولا يخفى على أحد. نعم. وينبغي لطالب العلم ألا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة، بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى التعظيم. يعني كما سبق لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق، يعني عندما يتردد على شيخه ليأخذ العلم عنه، فإنه يكون قريبا منه سواء كان قدر قوس أو نحو ذلك، المهم يكون فيه قدر يعني. نعم، من باب التعظيم. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وإنما يتعلم الإنسان بواسطة ملك. والأخلاق، نعم، كأنه يشير إلى يعني حديث جبريل عليه السلام لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. فالملك يعني جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعلمه ويلقي إليه الوحي وكذا، فيقصد أن هذه الأخلاق الذميمة تتنافى مع العلم، تتنافى مع طلب العلم، فعلى الإنسان أن يبتعد عنها وأن يكون في منأى عنها. نعم. والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق، وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها. نعم، لا يحتمل، لأنه هو لا يريد أن يذكر كل خلق أو كل صفة من الصفات ويشرحها، لا، هو يريد أن يعطي قواعد في طلب العلم. نعم. وليحترز خصوصا عن التكبر، ومع التكبر لا يحصل العلم. قيل: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. نعم، تلاحظون أن المصنف تكلم عن الكبر والتكبر كثيرا، يعني لأنها صفة مؤثرة جدا يعني في طلب العلم، على طالب العلم أن يبتعد عنها ولا يتعالى. العلم حرب للفتى المتعالي، يعني أن العلم عدو للمتكبر، العلم عدو للمتكبر المختال. كما أن السيل إذا بلغ المكان العالي ماذا يصير؟ إذا أصاب المكان العالي فإنه لا يجتمع معه، لا يجتمع مع المكان العالي، السيل لا يجتمع مع المكان العالي، بل إنه يزيل هذا المكان ويقلعه. رأيتم وجه التشبيه؟ كيف أن السيل إذا أتى المكان العالي لا يجتمع معه بل يزيله ويقلعه. كذلك الكبر إذا كان عند الفتى أو عند طالب العلم فإنه لا يجتمع معه. نعم. فصل في الجد والمواظبة والهمة. ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بقوة يعني بجد واجتهاد، خذ الكتاب بقوة يعني بجد واجتهاد. نعم. قيل: بجد لا بجهد كل مجد، فهل جد بلا جد بمجدي؟ فكم من عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبدي. نعم. وقيل: من طلب شيئا وجد وجد. نعم. ومن قرع الباب ولج ولج. تمام. نعم. وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. وقيل: يحتاج التعني يعني هو الكد والاجتهاد، بقدر ما تكد وتتعب وتجتهد
تنال بإذن الله ما تتمنى وما تطلب. نعم. وقيل يحتاج في التعلم والتفقه إلى جد ثلاثة: المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء. المتعلم لأنه هو الذي يطلب العلم، والأستاذ أنه هو الذي يعلم ويلقي العلم، والأب لأنه يحث ابنه، يحث ابنه. ولو قال أو من يتولى أمر، يتولى أمر هذا الطالب فهو أفضل، لأن من الناس من ليس له أب، يعني فقد أباه. فالمقصود أن الطالب والشيخ المعلم ومن يتولى أمر الطالب، كل واحد منهم ينبغي أن يكون على جد، على جد. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي رحمهما الله تعالى جميعا: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق. وأنشدت لغيره: تمنيت أن تمسي فقيها، أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها، فالعلم كيف يكون؟ يعني كل هذه الأبيات على قضية الجد والاجتهاد والكد. الجد يدني كل أمر شائع، والجد يفتح كل باب. القصد أن طالب العلم يجد، يجد، ولا يظن أنه إذا تراخى وتكاسل أن يحقق مناه وطلبه بغير عناء ولا كد، لا يمكن هذا. وكما قال: الجنون فنون، بعض الناس يريد أن يصل مباشرة وأن يصبح عالما بغير أن يتعب، بغير أن يكد ولا يجتهد. نعم. قال أبو الطيب المتنبي رحمه الله: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي، كما قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر في طلب اللآلي. علو الكعب بالهمم العوالي، وعن المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي، لأجل رضاك يا مولى الموالي. ومن رام العلا من غير كد، أضاع العمر في طلب المحال. فوفقني إلى تحصيل علم، وبلغني إلى أقصى المعالي. قيل: اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. جملا أو جملا تدرك به، ها؟ اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. نعم، يعني تحصل مأمولك، ما يعمله المرء بالليل من القراءة والصلاة وغيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى شعر. نعم. من شاء أن يحتوي آماله جملا، فليتخذ ليله في دركها جملا. أقلل طعامك كي تحظى به سهرا، إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا. وقيل: من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار. ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره، فإن ما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك. قيل في هذا المعنى: يا طالب العلم باشر الورع، وجانب النوم واترك الشبع، وداوم على الدرس لا تفارقه، فإن العلم بالدرس قام وارتفع. فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب، كما قيل: بقدر الكد تعطى ما تروم، فمن رام المنى ليلا يقوم. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم.
إذن طالب العلم يكد ويجتهد، ومن هذا الباب أن يواظب على الدرس وتكرار المحفوظ، فهذا من الأمور المطلوبة أن الواحد يداوم ولا ينقطع عن المراجعة. نعم. ولا يجهد نفسه جهدا يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل، بل يستعمل الرفق في ذلك، والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض نفسك في عبادة الله تعالى، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال عليه الصلاة والسلام: نفسك مطيتك فارفق بها. فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العمل، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه. بعد أن حث المصنف على الكد والتعب، نبه على قضية وهي ألا يجهد المرء نفسه، يعني قد الإنسان يجتهد ويبالغ في هذا، فيكون لذلك أثر على نفسه وجسده، فيقول: ولا يجهد نفسه جهدا أو جهدا يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل. وهذا خطأ ومن الخلل، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هذا الحديث الجملة الأولى منه قد ثبتت: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، لكن بقية الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه ضعف. وكذلك الآخر الله أعلم بصحته، فإنه يعني نفسك مطيتك فارفق بها، هذا يعني لم يوجد يعني كما ذكر المحقق. وتحميل النفس فوق ما تطيق هذا غير مطلوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تتحمل النفس فوق طاقتها. نعم. وقال أبو الطيب رحمه الله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فهو بحسب الشخص، يعني إذا كان صاحب همة عالية يهون عليه كل شيء، وإذا كان صاحب همة ضعيفة فإنه يعظم عليه أصغر الأشياء ما يتحمل. نعم. والركن في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية، فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة، فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها. فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية، لا يحصل له العلم إلا قليلا. يحفظ يعني ما يحفظ من كتب أهل العلم، وليس فقط كتب محمد بن الحسن كما ذكر، ويذكره لأنه من الفقهاء وهو يعني على مذهبه، إنما المقصود أنه يحفظ ما يحفظ من كتب أهل العلم، ويحرص على أن يكون عنده من المحفوظات. نعم. وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء وقال: كيف أسافر بهذا القدر من الملك؟ فإن الدنيا قليلة فانية، وملك الدنيا أمر حقير، فليس هذا من علو الهمة. فقال الحكماء: سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة. فقال: هذا أحسن. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. نعم. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، والسفساف هو الرديء والحقير منها، فالإنسان يحرص على معالي الأمور. نعم.
وقيل لا، وقيل فلا تعجل بأمرك واستدمه، فما صلى عصاك كمستديم. ما صلى عصاك يعني العصا عندما يضعها الواحد في النار حتى تلين، حتى تلين. وما صلى عصاك كمستديم، المستديم والمستقيم والثابت غير الذي يلين. نعم. قيل قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف: كنت بليدا أخرجتك المواظبة، وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. نعم. فالمقصود أن الإنسان يستمر في طلب التحصيل ويستديم ولا يتوقف. نعم. قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري رحمه الله: يا نفس يا نفس لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهل، فكل ذي عمل في الخير مغتبط، وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل. قال المصنف: وقد اتفق لي في هذا المعنى شعر، في هذا المعنى شعر، وقد اتفق لي في هذا المعنى شعر: دعي نفسي التكاسل والتواني، وإلا فاثبتي في ذا الهوان. دعي نفسي التكاسل والتواني، وإلا فاثبتي في ذا الهوان. فلم أرى للكسال الحظ يعطي سوى ندم وحرمان الأمان. وقيل: كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل. إياك عن كسل في البحث عن شبه، فما علمت وما قد شذ عنك سلي. وقيل: وقد قيل الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله، فينبغي أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم، فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات، والمال يفنى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم يبقى لا يزال. نعم. فالذي يستشعر مناقب العلم وفضائله لا يتراخى ولا يتكاسل، بل يكد ويجد. هذا هو المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستكمل غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.